أستاذ الدكتور فتحي أكرم، أريد في هذه المراجعة أن أسلط معك الضوء على المشهد اللبناني الحالي. طبعا نحن نسجل هذه السلسلة من المراجعات، وهناك توقعات كثيرة في الساحة اللبنانية، ربما اندلاع حرب، هناك توجس الذي يسير في شوارع بيروت، ينتقل من ثكنة عسكرية إلى ثكنة عسكرية، الوضع غير طبيعي على الإطلاق، وهذا كله مرجعه إلى تداعيات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وكان أكبر التداعيات هو الاستقطاب الطائفي، وحتى في داخل الطوائف أنفسها، يعني لبنان حتى مش منقسم طائفيا، متشرذم حتى في داخل الطوائف، ومنقسم انقسامات وتشعبات في كافة الاتجاهات. ثم بعد ذلك جاءت حرب تموز، وحرب تموز قبلها وأثناءها وبعدها زادت عملية الاستقطاب وتبادل التهم أو التراشق بالتهم. وأنت الآن يعني خلافك مع إخواننا في الجماعة الإسلامية أيضا أصبح الشرخ أوسع كضحية من ضحايا هذه التداعيات، أو كنتيجة من نتائج هذه التداعيات. ما هو تقييمك لهذا الوضع اللبناني؟ نعم، يعني نبدأ بالفعل الكلام من حادث الجريمة التي أودت بحياة الرئيس الحريري رحمه الله. طبعا الحادث لم يكن حادثا عفويا وعابرا، إنما طبعا كان نتيجة مخطط معين قد يبدأ بمقتل الحريري، ثم بعد ذلك يستهدف طبعا محطات وتحقيق نقاط معينة بالفعل على الساحة اللبنانية وعلى الساحة الإقليمية. إذن الذين يقفون وراء مقتل الشيخ رفيق الحريري يعني يستهدفون أمورا كثيرة، وليس فقط مقتل الشيخ رفيق الحريري. من هنا لابد أن نسلط الأضواء على مثلا جوانب معينة من المشهد. من يا ترى هو الرابح ومن هو الخاسر؟ من هو المتضرر من خلال مقتل الرئيس الحريري، ومن هو المستفيد من خلال مقتل الرئيس الحريري؟ نحن نجد المشهد واضحا جدا أمامنا، يعني لا يحتاج إلى بالفعل إلى كثير من التحليل والتوضيح، والمشهد واضح. بالمقتل مباشرة وجدنا أن الجريمة صوبت الاتهامات أصابع الاتهام إلى سوريا مباشرة، مما أدى بعد ذلك مع التفاعلات والتداعيات إلى خروج السوريين من لبنان. طبعا معنى هذا أن الخسارة وقعت على سوريا ابتداء، يعني أكبر الخاسرين أو نعم، أول الخاسرين ما في شك، يعني هذا كان واضحا. تلا ذلك أنه عندما بدأت القوات السورية بالانسحاب من لبنان، بدأت قوى أخرى تدخل إلى لبنان، بدأت قوى ابتداء دبلوماسية، ثم بعد ذلك توالت الخطوات وتوالت الخطوات حتى اتضح المشهد، يعني ما أن انسحب السوريون حتى دخل الأمريكيون. وبالفعل وبدأت السفارة الأمريكية يوما بعد يوم تستقبل بقى حشودا ووفودا سياسية وأمنية وعسكرية، لا تأتي إلى مواقع القرار اللبناني، وإنما كانت تأتي إلى أقريطن، كانت تأتي إلى الحكومة، يعني وكأنها صنفت نفسها في هذا الإطار. لبنان عنده رئيس جمهورية، لماذا لا يزار رئيس الجمهورية؟ أصبح رئيس الجمهورية مقاطعا، لماذا؟ لأنه طبعا الكلام الذي يتردد هو في المحور السوري الإيراني الكذا وما أشبه ذلك. يعني معنى هذا أنه الآخر المستفيد هو الذي اقتحم على لبنان حرمته بعد خروج السوريين، لأنه ما كان يمكن أن يدخل هذا الجناح، هذا الفريق،
والسوريون موجودون في في في, في لبنان. من إذن الخاسر؟ من الرابح؟ من المستفيد؟ من المتضرر؟ أنا أعتقد بأن خلفيات مقتل الرئيس الحريري ابتداء هي خلفيات أمريكية غربية كان يراهن على 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 طبعا الوصول إليها. الفريق اللبناني الذي يعمل على التغريب منذ وجد لبنان بالفعل وحتى هذه اللحظة، لأن يربط لبنان بعجلة الغرب في السابق يمكن تكون فرنسا، وكنا نقول بفرنسة لبنان، بعض هؤلاء يقولون فرنسة لبنان، صهينة لبنان. طبعا مر 17 أيار في أيام حكم أمين الجميل، ربط لبنان بحلف مع إسرائيل، والآن طبعا المطروح أمريكا لبنان. يعني ما معنى أمريكا لبنان؟ أن أصبح اللبنانيون أمريكيين بالهوية، وإنما بالهوية يعني بجواز السفر، وإنما بالسياسة والتوجه والشخصية وما أشبه ذلك عبر العولمة التي طبعا طرحتها أمريكا. إذن الاستهداف كان واضحا باقتلاع لبنان من محيطه العربي الذي ركز عليه ميثاق الوثاق الوطني في الطائف. يعني عندما طرحت، لأن القضية قبل كانت بالفعل تأخذ أبعادا متعددة، الصراع كان يقوم أنه لبنان بدنا ندول لبنان، يا أخي ما بدنا يا عربي، العرب هم الذين احتلوا لبنان. يعني قال إدى الذين تتابعوا بالفعل على مواقع السلطات من رئاسة الجمهورية إلى الكتلة الوطنية اللي كان يقودها ريمون إدى في فرنسا، طلب هؤلاء باستمرار أن يدول لبنان، لا يريدون لبنان عربيا في الأساس. فجاء مؤتمر الطائف لينتهي من هذه العقدة ويقول بأن لبنان عربي وانتهى، نقطة على الصدر. الآن بعد مقتل الرئيس الحريري إذا بهذه القضية طبعا تطرح مرة أخرى، وبعد طبعا الخروج القوات السورية. إذا أنا أحمل مسؤولية خلفية، يعني من يا ترى CIA، من الذي نفذ، الموساد الإسرائيلي، من الذي شارك؟ قد تكون هنالك مشاركة لفئات لأفراد لبنانية أو سورية غير مسؤولة معينة كأدوات، يعني مخترقة كأدوات شيء آخر. إنما الذي دفع الثمن أنا أعتقد هي سوريا ابتداء، والذي كان مستفيدا هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معها في هذا. عجبا أن ثم فهذا أدى طبعا إلى الانقسام الذي نراه الآن، الانقسام الذي نراه والتحالفات التي حصلت بعد ذلك، أنه كل من يرفض الولاء وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على الواقع اللبناني، كل من يرفض أصبحوا معارضة، وكل من يبيحون لأنفسهم أن تحميهم أمريكا وأن تؤيدهم أمريكا، وأن يقول أحدهم نحن لا نريد أن تهزم أمريكا في لبنان، هذه قالها فريق وأفريقاء من قوى الرابع عشر من شباط، يقولون نحن لا يمكن أن نسمح بهزيمة أمريكا في لبنان، ويقولون نحن لا نسمح بهزيمة إسرائيل في لبنان. هؤلاء اصطفوا طبعا كذلك في اصطفاف آخر وتمايز الموقفان. يعني هنا جوهر الصراع القائم بين الخط العربي الجهادي الإسلامي بالفعل، وبين الخط الآخر غير الوطني الخياني الأمريكي الصهيوني إلى آخر القضية، إلى أن جاءت حرب بعد ذلك تموز. حرب تموز بالفعل أنا أعتقد أنه العواصم العربية كلها، وعندنا نحن في الأرشيف يعني وفي الأرشيف الإعلام كلها سواء، أن العواصم العربية كلها بدون استثناء شهدت مسيرات مليونية تصفق وتحيي المقاومين، بأنه لأول مرة في التاريخ العربي تحدث معركة ينتصر فيها لا أقول جيش عربي، وإنما مجموعة من المقاومين، فريق من المقاومين، حزب الله بأن ينتصر مع طبعا حلفائه في المقاومة، ينتصر على القوة العسكرية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت مهيئة
لأن تكون بالفعل هي محتضنة مشروع الشرق الأوسط الجديد وهي القوى الفاعلة فيه، وبانهزامها سقط المشروع الشرق الأوسط الجديد. يعني كان طبعا أمريكا لا تريد للشرق الأوسط الجديد أن تكون له قوة عسكرية إلا إسرائيل، وهي المحتضنة لهذا. عندما سقطت المؤسسة العسكرية والقوة العسكرية هذه وأسطورة الدولة التي لا تهزم، بالتالي سقط المشروع الأمريكي. سقط المشروع الأمريكي بعد أن سقط كذلك سقطت القوة العسكرية الأمريكية في العراق وفي أفغانستان، وبرزت مقاومة طبعا ما كانت أمريكا لتحسب لها حساب. عندئذ لجأوا بعد بالفعل حرب تموز التي كان يهلل لها الشارع العربي والشارع الإسلامي في كل مكان، وطبعا الصور موجودة في أرشيف الدنيا وسائل الإعلام في كل مكان. يعني ما أنا لا يعني أحتبس هذا عندي نهائيا، وليس هذا سرا على أحد، الكل شاهده عبر الفضائيات المختلفة. كذلك عندما حصل هذا بالفعل وسقطت أسلحة الدمار الشامل العسكرية، سواء كان في لبنان الإسرائيلية أسلحة إسرائيل أسلحة أمريكية، أسلحة الدمار الشامل في العراق أسلحة أمريكية، في أفغانستان نفس الشيء، عندما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق ما تريد وأن ترضخ بالفعل هذه الشعوب وأن تركع هذه الشعوب، عندئذ لجأت إلى سلاح أدهى وأمر الذي هو السلاح المذهبي. لم يكن هناك سلاح مذهبي قبل، ما كان أحد يقول حزب الله حزب شيعي والكل يعرف أنه شيعي. لما لم يقال خلال حرب تموز بأن حزب الله وحزب شيعي وأن الانتصار انتصار شيعي؟ هذا ما قيل بالفعل. ما ترتب عن ذلك أي بالفعل مشهد مذهبي في تلك الفترة، إنما أمريكا بدأت بعد ذلك بالفعل بتسويق هذا الجانب وشحن الشارع العربي الإسلامي وبخاصة المناطق السنية والعواصم السنية، شحنتها بهذه المذهبية بأن هذا السلاح الذي يمتلكه حزب الله هذا سيتحول إلى السنة في يوم من الأيام، وبأن حتى الترسانة العسكرية الإيرانية ستتحول. أنا قلت هذا في مؤتمر الدوحة جهارا نهارا بأنه اليوم للأسف أمريكا تفبرك أشياء وتنطلي علينا، بأنه الآن تخصيب اليورانيوم وكل ما تمتلكه إيران من أسلحة، أمريكا تقول أنه هذا السلاح فقط هو سيوجه إلى دول الخليج وسيوجه إلى الدول السنية هكذا. شوفي انظر إلى هذا الخبث يعني فيما تطرحه أمريكا، وانطلى هذا أو تلقفته للأسف أيدي وأدمغة من هم على رؤوس الأنظمة العربية في عمل مشترك يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأدى هذا إلى تسمم الأجواء كلها سوا. ألا تلتمس عذرا للذين كما ذكرت أنت، أستعير وصفك، انطلت عليهم هذه الأكذوبة الأمريكية، تلتمس لهم عذرا بسبب ما وقع في العراق؟ في العراق صار هناك قتل طائفي، تغيرات اللي حصلت للعراق بعد الغزو الأمريكي فعلا جعلت كثير من السنة يتخوفون، ولعل هذا ما جرى هنا أيضا في لبنان. نعم، هو استخدم المشهد العراقي استخدامات بالفعل سيئة. يعني أنا لا أنزه ولا أبرئ أي يعني المشهد العراقي مما حدث فيه يعني من هذا الفريق وذاك الفريق. يعني لا شك أنه المذهبية برزت بقوة متوحشة حتى وبصورة متوحشة لم يسبق لها مثيل، ومن الجانبين، وأمريكا هي التي غذتها، وأمريكا لأنها هي افترضت أولا أن النظام الذي تغير في العراق كان نظاما سنيا، استبدلته بنظام شيعي، جاءت بفئة متعاونة معها من عواصم الغرب،
ثم هذا الغزو الأمريكي للعراق أعطى فرصة لإيران أيضا حمايته من وجهة نظر إيران ربما تريد أن تحمي مصالحها بأن تسابق أمريكا في العراق، فهذا خلق وضعا غير مسبوق. نعم، هنا بالفعل أمريكا نراها أنه بالفعل تعبث بكياناتنا وماخع قرارنا كلها، هي التي أغرت أساسا صدام حسين باجتياح الكويت يعني، وهذا طبعا قصة معروفة أنه هي التي دفعت، وعبر آخر لقاء لجلاسبي كانت في بغداد، ما أن خرجت من جلاسبي من بغداد حتى كان هذا أغرتهم بأنه هناك النفط، أنتم ما بتستطيعوا تعيشوا بلا هذا النفط، وطبعا قاموا ونفذوا هذا العمل، وهي التي أغرقت الآخرين بعد صدام حسين، وهي التي حتى ساعدت على إنعاش بالفعل الفكرة بأنه صدام حسين السني الذي يغتاله يعني، أو الذي قتله أو الذي أشرف على إعدامه فريق من الشيعة. أمريكا وراء كل هذه الأمور وتنطلي علينا بعد ذلك، لكن من قال أنه نحن مع الزرقاوي وهو سلفي سني كذلك فيما كان يقوم به من قطع الرؤوس، رؤوس الكثير من الأبرياء، حتى أنه الأستاذ القرضاوي وكثير من مشايخ السنة يعني ما في شك أنه استنكروا هذه الأعمال. ومن الذي قال مثلا أنه ما يقوم به كذلك الآخرون مثل عبد العزيز الحكيم فيما دعا أنا جهارا نهارا قلت بالفعل بتصريح واضح المعارم، والسيد حسن نصر الله اطلع عليه وقام بما ينبغي أن يقوم به، حتى أول من دعا إلى الفيدرالية وتقسيم العراق كان السيد عبد العزيز الحكيم. طيب لماذا نحن ما سكتنا عن هذا؟ ثم فوجئنا بعد ذلك بأن فريقا كذلك دخل على الخط المذهبي اللي تبين من خلال العصابة الأمريكية اللي كل أفريقائها من السجون يعني أخرجت البلاك ووتر كذلك، يعني فريق أمريكي كان يضرب هؤلاء ويضرب هؤلاء لإشعال الفتن المذهبية. إذن المشهد العراقي يحتاج إلى تفكيك، إلى دراسة. نحن لسنا مع هؤلاء ولسنا مع هؤلاء، حتى أن بالفعل السيد حسن نصر الله لم يكن ليرى بأنه من يمثل حزب الله في العراق في المقاومة، ولهذا منذ 5-6 أشهر أطلق هو في العراق ما سمي بالفعل بمقاومة حزب الله في العراق، لأنه ما أحد كان يمثل وجهة نظره كذلك فيما يتعلق بمقاومة الآخرين. معنى هذا أن السنة ليسوا سواء، ولا نستطيع أن نحكم على السنة بحكم واحد، وكذلك الإخوة الشيعة ليسوا سواء، يعني في اختلافات معينة في 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 منهجيات معينة، في مواقف سياسية معينة. هلا في لبنان مثلا حركة أمل، صحيح إنه في تحالف نحن بيننا وبينها، لكن حركة أمل لها مشروعها، وحزب الله له مشروعه، والعون له مشروعه، إنما كلنا ضمن في إطار موقف في ثوابت معينة نحن نقف عندها. لكن في المشهد اللبناني من أكثر ما يتحدث عنه الآن هو التخوف من الخطر الشيعي القادم، وذكرت أنت أنه حزب الله صور نصره على أنه نصر أو انتصار للشيعة. لماذا هذه الرؤية التي أنت تراها وأنت تقول بأنها صورة واضحة وجلية، لماذا هذا لا يراه إخواننا هنا في لبنان في الجماعة الإسلامية؟ لماذا يخشون؟ هل هناك ما يبرر خشيتهم من هذا الانتصار الذي تحقق لحزب الله؟ والله أنا أعتقد أن الجماعة لا يمكن أن ترى بأن حزب الله يشكل خطرا على السنة في ذلك، إنما هو نوع من الاصطفاف السياسي. أما الآخر فسلاحه الماضي الوحيد الآن هو إزكاء الروح المذهبية، يعني هو بغير روح مذهبية بغير هذا السلاح هو خاوي الوفاض، والاصطفاف السياسي يخدم ذلك. نعم، ما في شك أن الاصطفاف السياسي يخدم ذلك، إنما السلاح الأساس الذي لدى الفريق الآخر، لدى التيار المستقبل والرابع عشر من شباط، هو السلاح المذهبي الآن.
واللي دائما للأسف يقفون عنده ويسوقونه بأن هذا السلاح. وأنا أدرك تماما بأنه هذا عار على عن الصحة من خلال تعاملي ومن خلال بالفعل سبري لأغوار كل ما يجري في الساحة اللبنانية، وأتحمل المسؤولية التاريخية في أن هذا السلاح سلاح المقاومة لا يمكن أن يوجه إلى الداخل، ولا يمكن أن يتعرض لأهل السنة في بعد ذلك. أهل السنة يعني خاوي الوفاض هكذا، يعني هل هم نعجة يا ترى حتى يذبحوا؟ لا أدري، يعني هذا حتى مشين بالنسبة لأهل السنة. يعني هل يمكن يا ترى لسلاح يملكه حزب الله؟ طيب نحن نملك سلاح، ونحن حركة سنية عند مقاومة منذ العام 1992. طيب نحن نشترك في مشروع مقاوم واحد مع الإخوة في حزب الله. طيب لماذا نادي الخشية؟ لما لا يكون للسنة مشروعهم الجهادي ومشروعهم المقاوم كل من السنة؟ يعني حتى سنة الحريري إن كانوا يخشون، طيب تفضلوا أنتم، تفضلوا أنشئوا مشروعكم الجهادي المقاوم، وكونوا معا في مشروع مقاوم إسلامي ووطني في مواجهة المشروع الأمريكي وفي مواجهة المشروع الإسرائيلي. لما لا تقيمها؟ لا تقيمون هذه المقاومة؟ هؤلاء لا يقيمون، هؤلاء كانوا يراهنون بفترة على انتصار إسرائيل على المقاومة. كونوا على ثقة، والآن الذي يجري هو أن يقلب المشهد من أن يكون انتصارا للمقاومة إلى أن يكون انهزاما للمقاومة. جوهر الصراع هو نزع السلاح، وبأن هذا السلاح جلب على لبنان الخراب، كان مصيبة، كان كارثة، هكذا ينظرون. كيف يمكن أن تتعامل مع أمثال هؤلاء؟ هو لا أقول أنه نصرا في لبنان، والله انتصار للأمة كلها. أنا عندما تنهزم إسرائيل في لبنان على أي يد، نحن قلنا لهم في فترة من الفترات نتمنى كنا أن تهزم إسرائيل مثلا قوات فنزويلية وعلى رأسها شافز يمكن، وقوات صينية على رأسها يعني أي واحد من الزعماء الصينيين، أي فريق يأتي لهزيمة إسرائيل. فكيف بفريق لبناني مسلم يعني يهزم إسرائيل؟ هذه قوة لنا، قوة للأمة ككل، انهزام لعدو الأمة. وليس عدو حزب الله وعدو الشيعة وعدو السنة في لبنان أو عدو لبنان لوحده، هذا العدو التاريخي استراتيجي مزروع بالفعل طبعا بأقدار الله لأن تتحقق البشرى النبوية ولأن يتحقق الانتصار الأكبر بزوال إسرائيل، واللي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتغنى بها للأسف الآخرون ثم لا يطبقونها. يعني لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم. نحن في بدايات هذه البشرى، نحن في بدايات بالفعل هذا النصر الكبير الذي يتحقق بإذن الله بزوال إسرائيل وانتصار الأمة على. فإذا انتصارها اليوم، انتصار المقاومة اليوم، هو بداية طريق المسلمين جميعا، انتصار المسلمين جميعا. وأين سيكون هذا يا ترى؟ الآن يعني إذا نظرنا أن السهام كلها توجه إلى سوريا، لو قالوا أن والله سوريا، هم يقولون سوريا بالإطلاق. سمير جعجع عندما يقول يتجه إلى الغرب وإلى البحر الأبيض المتوسط يقول ورائي عدو، ما يقول أن النظام الذي ورائي عدو، حتى يقول ورائي عدو. والسوريون قبل أن يخرجوا كان هنالك استهزاء حتى باللكنة واللهجة السورية، مثلا مو لا نريد مو نحن ولا شلون ولا كذا. وصل الأمر بشحن بالفعل اللبنانيين بكراهية السوريين ككل، كشعب سوري، كحكم سوري، كعمق شامي. أو طيب أنا كيف؟ أنا من معتقدي، أنا عندما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه إليها يجتبي حزبه، يعني اليوم الانتصار حماس عندما تكون، والجهاد الإسلامي عندما يكون،
وحزب الله عندما يكون المقاومة اللبنانية ونحن حتى قوات الفجر عندما تكون مغطاة بغطاء شامي، والشام لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ليست الشام وحدها، سوريا لوحدها، هذا في اعتقادنا، هذا في تاريخنا، هذا لا يفهمه سمير جعجع ولا يفهمه ولي الجملاط ولا يفهمه هؤلاء الأوغاد، نحن نفهمه، لكن العتب على من؟ على أبناء جلدتنا، على أبناء عترتنا، العتب على السني أو الشيعي الذي يقف موقفا آخر. هنالك شيعة كذلك للأسف أقول وقفوا موقف كالسنة الذين وقفوا موقفا آخر، ولا يريدون طبعا لا المقاومة يتبرؤون منها، ويحاربون حزب الله كما يحاربون كذلك فريق من أهل السنة الذين أرادوا لأنفسهم أن يسيروا في تحت الراية الأمريكية بشكل أو بآخر. نأخذ استراحة قصيرة ثم نعاود الحديث إن شاء الله. الحوار أبعاد لا تنتهي. أستاذ فتحي، كان طفنا بالمشهد اللبناني وهو مشهد يبعث على القلق. الآن ماذا عن المشروع الإسلامي في لبنان بعد هذا الشرخ وهذا الاصطفاف السياسي كما وصفته؟ هل هناك خوف على المشروع الإسلامي السني في لبنان؟ أنا أعتقد بأن قادمات الأيام ستبرز مشروعا إسلاميا. أول شيء يعني قد يكون البيت السني والبيت الشيعي له مشروعه، ثم يبرز مشروع إسلامي مقاوم على امتداد الساحة الإسلامية كلها، يجمع الجميع، يعني ليس في لبنان فحسب. يعني أنا أؤمن بضرورة أن يقوم ويؤسس مشروع إسلامي عام يجمع كل المقاومين الشرفاء في الطائفة الشيعية وكل المقاومين الشرفاء في الطائفة السنية ليصبح مشروع الأمة المقاوم، ليس نظريا وإنما عمليا. الآن هذا ما يسعى له، وهذا طبعا أنا ما حملته لكثير من الإخوة القياديين في عدد كبير من البلاد العربية على مستوى القيادات الأولى حتى. فإذا ما يمر بنا اليوم هو نوع من التمحيص بالفعل، وإعادة قراءة يعني العمل والمنهجية الإسلامية للفترة القادمة في ضوء التحديات التي تواجه. تحديات اليوم غير تحديات الأمس، والتحديات هذه ينبغي أن تجعلنا في أعلى مستويات الجهوزية وقراءة ما يجري بدقة والإعداد بالفعل لما يواجهنا كذلك بشمول وبدقة. أعتقد أن المشهد سيكون بعد فترات معينة قد نضج وأنبت مشروعا إسلاميا مقاوما. لا أتوقف عند أن يكون مشروعا إسلاميا فحسب، قد يكون مشروع نظري يعني فكري لا أكثر أو تربوي، إنما مشروع إسلامي مقاوم يجمع التربية مع الدعوة مع الجهادية التي نحن في الأساس فتحنا أعيننا على شعاراتها، الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أماننا. يعني هذا ما نعرفه عن المشروع الإسلامي المقاوم إن شاء الله. عندما تتوقع وتقول سيحدث ذلك، يعني هل هناك تحرك في هذا السبيل؟ هل هناك اتصالات؟ هل هناك حديث بين الناس؟ نعم، نحن في الأساس اتفاقنا مع حزب الله بأن المقاومة ينبغي أن تكون مقاومة الأمة كلها سواء، لأن ما يتعرض له لبنان ونفس ما يتعرض له اليوم القواعد العسكرية الأمريكية أين هي ترى في لبنان؟ نحن ممانعة ضد القواعد العسكرية الأمريكية، مقاومة ضد بالفعل. والنهج الآخر، الفريق الآخر، هو يرحب بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في لبنان، نحن ضدها. لكن القواعد العسكرية الآن أين موجودة؟ لا يخلو بلد عربي للأسف من الذين
يعني يزعمون بأن السلاح الشيعي والسلاح الإيراني سيواجه، لا يخلو بلد عربي من قواعد، من قاعدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وأنا قلت هذا في بلد وفي أكثر من بلد فيه قواعد عسكرية أمريكية. قلت لهم قبل أن تتكلموا عن الآخرين ومشاريع الآخرين إخافة من الآخرين، أنا أتمنى أن تشكلوا مقاومة لإخراج هذه القواعد العسكرية في بلادكم وبعدها نتكلم نحن. لكن بلد يرزح تحت حكم القواعد العسكرية الأمريكية لن تحرره إلا مقاومة إسلامية بالفعل شاملة للعالم الإسلامي كله. فإذا نحن نواجه في كل مكان نفس المؤامرة، نفس المؤامرة، ما يواجه إخواننا في فلسطين نفس الشيء. فريق اصطف بالفعل مع المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني بشكل أو بآخر، ويتنازل 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 ويتنازل، وإسرائيل لا تشبع من التنازلات، وفريق آخر يقدم دمه وروحه وكل شيء بالفعل، الذي طبعا تمثله حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخوة أخرى كذلك فلسطينية، تدفع في كل يوم شهداء وبالفعل وتجري دماء، والآخر يتفرج عليها، الآخر العربي في عواصمه، والآخر الذي هو في السلطة في رام الله أو غيره يتفرج على ما يجري. إذن القضية نوع من الاصطفاف الواضح، التمايز بين أنظمة حكم باعت نفسها للشيطان الأمريكي وبين أنظمة الحكم تريد بالفعل أن تسقط هذا الشيطان الأمريكي وحلفائه في المنطقة. بكل صراحة أقول هذا هو معترك الصراع. الآخر يريد أن يجذبها إلى الجانب المذهبي، يخيفنا من أن إيران ستبتلعنا وأن السلاح حزب الله سيتحول سلاح على السنة، ليطمئن هؤلاء بأن سلاح حزب الله لن يتحول يعني داخليا. وطبعا قالها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مرارا، لا يمكن أن يتحول هذا. وإيران قالت أنا على استعداد لأن أوقع معكم يا دول الخليج حتى في آخر لقاء لمجلس التعاون الخليجي، يعني كان حاضر الرئيس أحمد نجاد يعني والملك عبدالله، قال أنا على استعداد لأن أوقع اتفاق دفاع عربي مشترك وأضع كل ما أملك من أسلحة ضمن إطار هذا الاتفاق. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد إلا أن تكون طبعا هذه البلاد تحت المظلة الأمريكية؟ هذا موقفنا نحن هنا اليوم، بعد اليوم، بعد غد، إلى أن نلقى الله، ونحن على ذلك. هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي، سنة التدافع يعني في مواجهة الباطل الآخر. الآن في موضوع الساحة اللبنانية، منذ أن بدأت المشاكل في لبنان وحتى الآن والساحة تعج باللاعبين، ليس فقط اللاعبين الدوليين وإنما أيضا باللاعبين الإقليميين، والدول العربية بالذات ما من دولة عربية إلا وتحاول أن يكون لها تأثير ولها ناسها. إلى أي مدى تزيد هذه التدخلات من مصاعب الوضع اللبناني الداخلي؟ يعني التدخلات الإقليمية، يعني مثلا سوريا كانت الأول تتهم بأنها لها نفوذ في الساحة اللبنانية، أخرجت سوريا بعد اغتيال رفيق الحريري، لكن الأيدي العربية الأخرى ما يزال لها نفوذ، أليس لها نفوذ في داخل لبنان؟ نعم، لا شك أن لبنان يعني حباه الله طبعا بجمال الطبيعة، وبالفعل تميز اللبناني بشكل عام، تميز الحياة السياسية وما يسمى بالديمقراطية وأنا أسميها الحرية، بحيث أنه هي تجتذب يعني كما تستجب الساحة الفنية كل ما يحيط بلبنان والعالم كله يمكن إلى ساحة الغناء اللبناني والرقص اللبناني والجمال اللبناني، يعني بحيث أنه غزا بالفعل غزا الطرب اللبناني والمطربات اللبنانيات والراقصات اللبنانيات، غزت عواصم العالم العربي والإسلامي والعالم كله سواء. فكيف طبعا يمكن أن لا يسمح للتدخل السياسي بعد ذلك؟
بالفعل هذا هو اللبنان. هذا هو اللبنان بتعددية بريقه، بتعددية تألقاته سلبا وإيجابا، هدما وبناء حتى فيما يقوم في لبنان. إن هذه البقعة 10,000 كيلو متر مربع تفعل فعلها في الواقع الإقليمي، بحيث، وطبعا أنا هذا بالفعل يمكن أشدد عليه، بحيث أن أي انفجار أمني مذهبي في لبنان لن يقف عند حد حدود لبنان، وإنما سيخترق الحدود إلى المنطقة العربية كلها إن كان مذهبيا بالفعل، إن حصل هذا. وليدرك الجميع أن حجم أي انفجار في لبنان، انفجار مذهبي، ستكون له تداعيات في المنطقة العربية والإسلامية كلها. والسبب في ذلك التعدديات الموجودة طبعا في المنطقة العربية، وهذا واضح بالفعل من كثير من أحيانا المشاهد التي جرت وأخيرا حتى هنالك طبعا تداعيات حصلت في المملكة العربية السعودية، يعني لأنه في مذهبيات موجودة في البحرين، في اليمن، يعني في الكثير من الدول العربية المجاورة. إذن من هنا بالفعل علينا أن ندرك تماما أن مدخل المشروع الأمريكي إلى المنطقة وتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ سيكون عبر هذا السلاح الجهنمي الشيطاني الخطير. يعني لا على أي عاصمة عربية أن تدرك بأن ما يحدث في لبنان وما يمكن أن يحدث من انفجار مذهبي مباشرة سينتقل إلى مواقعهم هم بشكل أو بآخر، بشكل غريزي غير مبرمج غير ممنهج غير مخطط له. من هنا كان الخطورة في لبنان بالفعل، هذه الخطورة، وأن عليهم جميعا أن يسارعوا في إخراج لبنان من هذه الدوامة، لأنهم سيصابون ابتداء وهم مواقعهم هشة. يعني ما أصاب لبنان، واحد على الألف مما أصاب لبنان لو ضرب أي عاصمة وبلد عربي أنا بعتقد بدمر وتدمير داخليا. أنا أعرف هذا تماما. في لبنان أصبحت هنالك مناعة، أما في مناطق أخرى ما في أي مناعة، فإياهم واللعب بالنار، إياهم واللعب بالسلاح النووي. هذا سلاح نووي، السلاح المذهبي هو سلاح نووي، يظنون أنهم يمكن أن يكون معهم وسينقلب عليهم بعد ذلك. إن لم يدركوا خطورة هذا السلاح عليهم ألا يقتربوا من هذا السلاح، والله والسلاح المدمر القاتل والمقتول فيه سواء عند ذلك، لكن إذا اشتعلت النار لن تجد من يطفئها. هذا العراق أمامنا، والعراق أثره، العراق أثره في المنطقة العربية أثر قليل محدود جدا، لبنان أثر يعني بلا حدود، آثار الانفجار المذهبي اللبناني أثر بالفعل، أثره بلا حدود نهائيا. إذن الحكمة تقتضي أنهم حتى لو أرادوا أن يكون لهم نصيب في لبنان أن يكون بهدف وأد هذه الفتنة وليس ابتداء الفتنة المذهبية. أي نعم، حدث طبعا في السابق فتن طائفية، الفتنة الطائفية فتنة خبيثة لا شك، لكن الفتنة المذهبية أكبر، أكبر بكثير من الفتن الطائفية. مرت طبعا فترات كان هنالك الصراع بين مثلا الموارنة، بين السنة، بين الدروز، بين الشيعة، بين وهكذا. إنما المذهبية هي القاتلة بعد ذلك. المذهبية أنت تقصد؟ المذهبية حتى السنية السنية والشيعية الشيعية والسنية الشيعية، يعني ضمن إطار المذهب الإسلامي، ضمن إطار الطائفة الإسلامية. هذا أنا أعتقد أخطر ما يمكن بالفعل أن يكون في المنطقة العربية. فليس من مصلحة السعودية أن ينفجر الوضع مذهبيا أبدا نهائيا، وليس من مصلحة البحرين ولا الكويت ولا المصلحة طبعا الإيرانية ولا المصلحة السورية ولا أي مصلحة أخرى أن ينشأ أن ينفجر الوضع المذهبي في لبنان. الآن التوترات المذهبية هذه جعلت كثير من الناس
يرى السياسة بمنظور بمنظار مذهبي. يعني لا يستطيع أن حتى يحلل ما يجري من وقائع سياسية بناء على معطيات التدافع الطبيعي بين القوى المختلفة، وإنما يدخل فيها المذهبية فتزداد الصورة غموضا. نعم، والتغرير بالعقول يعني. أي نعم، يعني أنا أسترجع هنا بالفعل أستذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي طبعا هو كأنه يستقرئ يعني حديث استباقي، يعني يستبق الحدث قبل وقوعه. وطبعا نحن في فتن، يعني ما في شك أنه من معالم يمكن الأيام الأخيرة لهذه الدنيا، علائم الساعة وما أشبه ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام في مثل ما يجري تماما: لا تقوم الساعة إلا ويقع الهرج، لا تقاتلون المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الأخ أخاه وابن أخيه وابن عمه وجاره الذي يعرفه. وهذا ما شهدناه في العراق. الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، أو هذا واقع؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ كيف يقع أنه لا تقاتلون المشركين، يقتل بعضكم بعضا، الأخ يقتل أخاه وهكذا؟ قال: لتنزعن، أو ليس لهؤلاء عقول يا رسول الله؟ يعني الصحابة رضوان الله تعالى يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ليس لهؤلاء عقول؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لتنزعن عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف فيهم هباء، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وأنا أشبه بالفعل الهباء، الأكثرية بالهباء، يعني أساسا ليسوا على شيء. الآن نحن واقعون في هذا تماما، يعني تشعر بالفعل أمام إنسان مغلق العقل، مغلق الذهن، لا يريد أن يعي ما يجري حوله تماما، لا يريد أن يقرأ المشهد بإمعان، لا يريد أن يقرأ المضمون. حسبه أن عقله بالفعل قد حشي، يعني قد امتلأ بهذه الشعارات، بهذه الشحنات الخبيثة المذهبية لا أكثر ولا أقل، بما يعرض عليه من بعض الفضائيات أحيانا. الإعلام يلعب دورا كبيرا، ما يلقى في بعض المساجد عندنا يلعب دورا كثيرا في هذا، تأجيج بالفعل الصراع المذهبي. وأمريكا لا شك أنه عندما زار بوش المنطقة في آخر لقاءاته يقول: أمريكا ليست عدوا لكم، إنما العدو هو من الجانب الإيراني. ولهذا بعد ذلك طرح بعد هذا مباشرة، وهو تغرير بالفعل للعقول، بأن عليكم أن تواجهوا مصيركم وقدركم، القدر الأمريكي الإيراني. كيف؟ ثم وقع هؤلاء معه على صفقة من السلاح تبلغ بعتقد المليارات من الدولارات، ظنا منهم بأنه هذه أنه تكفي لأن تدفع عنهم خطر ما توهم هؤلاء بأنه خطر شيعي عليهم. للأسف يعني نحن وصلنا إلى هذا، بأن الرئيس الأمريكي جهارا نهارا، يعني القضية ليست مفبركة داخليا، القضية إيحاءات من الخارج ثم يتلقاها ويتلقفها الإعلام للأسف العربي، وتتلقفها أدمغة الأنظمة الحاكمة، وتشاع بعد ذلك إلى المفتين إلى العلماء، وتحشى بها وتشحن الساحة الإسلامية السنية. يعني تصور أن يكون الرئيس الأمريكي تارة مدافع عن الشيعة مقابل السنة، وتارة مدافع عن السنة مقابل الشيعة. وطبعا المحزن ليس فقط أن تنجر حكومات عربية بشراء صفقات هائلة من الأسلحة واستنزاف الأموال في سبيل درء الخطر الشيعي الموهوم أو الخطر الإيراني الموهوم، ولكن أن تصبح تلك قناعة لدى عدد كبير من الناس، بحيث يردد الناس بكل بساطة أن إيران أصبحت هي الخطر وهي الخطر الأكبر، ويتناسون في هذا الصدد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني. إسرائيل الآن يعني بالفعل يعني حتى
حتى قضايا غزة إلى حد كبير يعني بالفعل طويت صفحة غزة بفترة من الفترات لولا المشاهد الأخيرة الدامية حتى أبدا طويت هذه الصفحة أمام المشهد الآخر الموهوم غير الموجودة. يعني افتراضات يبنى بالفعل موقف على افتراضات موهومة في حين أن المشهد الماثل القائم اللي عم يدفع طبعا يعني ثمنه إخواننا أطفالنا رضعنا الصغار نساؤنا اللي تبقى بطون تتفجر بالفعل أشلاء هذا المشهد يطمس عليه ينسى ولا يرى في العقل الباطن إلا المشهد المفترض. شيء غريب يعني هذا لا شك. أستاذ فتحي كان يعني أنا سعيد جدا بهذه المراجعات وأشكرك على استضافتك لي في كرمكم الله وبارك بكم طرابلس. نفع بكم إن شاء الله. أمين إن شاء الله. وأنا متأكد أن ما سجلناه معك سوف يكون له صدى طيب لدى عموم المشاهدين بإذن الله تعالى. أمننا كذلك إن شاء الله. إن شاء الله. ألا تزيغ العقول بإذن الله. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا إن شاء الله. الله يبارك فيك.